الله من الملائكة. اسمع، وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام. أولاً الأجر مضاعف، اجلس 150 تكفل لك يتيم مدى الحياة، صدقة جارية لك حالياً أو بعد مماتك أو عن والديك أو عن موتاكم. فأنا أقول تغانموا الفرصة هذه، سواء شو اسمه سهم 150 أو إنك تنشر الصورة هذه بحد ذاتها كأنك ساهمت في الموضوع. الله يسلمك.